في اطار مكافحه مجابهه ظاهره الهجره السريه على مستوى شواطئ ولايه عين تموشنت، تمكنت وحدات الكتيبه الاقليميه للدرك الوطني بالعمليه بتفكيك شبكتين مختصتين في تنظيم رحلات الهجره السريه عن تاريخ البحر وتهريب الاشخاص انطلاقا من شواطئ ولايه عين تموشنت بالضبط من بلديه بوججار نحو السواحل الاسبانيه. هذه العمليه النوعيه جاءت بعد التحري والتعمق في التحقيق والاستغلال الامثل للمعلومات، تم القبض على افراد الشبكتين. بالنسبه للشبكه الاولى والتي تم تفكيكها من طرف الفرقه الاقليميه للدرك الوطني بوججار والتي مكنت من التعرف على عصابه تضم 7 اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 22 الى 34 سنه ينحدرون من مدينتي العامليه وبوججار، تم ايقاف 6 افراد ليبقى شخص واحد في حاله فرار جاري البحث عنه. اما بالنسبه للشبكه الثانيه التي تم تفكيكها من طرف فرقه اقليميه للدرك الوطني بالعامريه، تم القبض من خلالها على 3 اشخاص تتراوح اعمارهم من بين 25 الى 36 سنه ينحدرون من ولايه وهران بالضبط من حي بوعمامه. خلال هذه العمليه تم استرجاع عده محجوزات تمثل في قاربين مطاطيين محركين 600 لتر من ماده البنزين مستعمله في عمليه التهريب. سيتم تقديم افراد الشبكتين على الجهات القضائيه المختصه.